أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرار يقضي بتشكيل 3 لجان مختصة بالفكر والأنشطة المقدمة للطلاب والطالبات. الأولى مركزية دائمة تحمل مسمى اللجنة الدائمة للتوعية الفكرية، والثانية تتبع الأولى في الإشراف والتنفيذ، والثالثة وحدة مختصة بالانحراف الفكري وبالجامعات والمبتعثين. وتتولى اللجنة الدائمة وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والأنشطة المختلفة المرتبطة بالتوعية الفكرية ومشاهدة آليات التنفيذ في مؤسسة التعليم العام بنين وبنات. معنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ حمود الزيادي الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، وكذلك سينضم لنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الرضيمان وهو أستاذ العقيدة ورئيس الأمن الفكري بجامعة حائل. أستاذ حمود، يعني ما الجديد اللي ممكن يقدم مثل هذه اللجان، وهل هو يعني ردة فعل ربما على واقع مؤلم في التعليم وفي النشاط الصفي، أم أنه موجود وكان يحتاج فقط التطوير؟ هو الحقيقة أنه لم يكن هناك وجود تنظيمي لمحاربة الأفكار المتطرفة في مؤسسة التعليم، كل ما هنالك هو اجتهادات. للأسف يعني نعرف أنه الفكر الحركي تغلغل في مؤسسة التعليم على مدى العقود الماضية. كانت هناك محاولات لتخفيف هذه الوتيرة عبر جهود بعض الوزراء وبعض الوكلاء إلى آخره، لكن لم يكن هناك استراتيجية في مؤسسة التعليم. ربما تكون هذه بداية مواجهة لتفكيك هذا التغلغل من بعض التيارات الحركية التي استطاعت عبر تغلغلها في مؤسسة التعليم على مدى العقود الماضية في بث هذه الأفكار. أنا سأتي بشاهد يعني معين، وهو مثلا في مادة لغتي في سادسة ابتدائي لا يضعون في المنهج طبيعي تقرأه ولا تجد فيه ما يثير الريبة، لكن هناك إشارات لبعض مواقع الإنترنت، استشهادات لنشاط. هذه المواقع تحمل أفكار حركية تطرفية، بعضها يرتبط بالموضوع وبعضها خارج الموضوع. هذا في المنهج ولا كيف؟ بس لا، خارج. إيه نعم، هناك المنهج يشير في نهايته إلى طلب من الطالب أو الطالبة في سادسة ابتدائي، لاحظ في عمر 11 سنة، إلى البحث في موقع في الإنترنت تحديدا، موقع صيد الفوائد. وهناك بعض المواضيع الجيدة فيه، لكن هناك بعض المواضيع التي يكتبها أناس لديهم نفس حركي واضح تجاه عمل المرأة، تجاه بعض الطوائف، تجاه بعض أيضا بعض الأحداث التاريخية حول، لاحظ السياق الذي الخطير الآن، حول بعض الحوادث التاريخية في بعض الصحابة الذين قتلوا بعض أقاربهم من الكفار مثلا في حوادث معينة. السياقات مختلفة، الحادثة مختلفة، حينما يتشربها طفل في هذا العمر وخارج المنهج حتى لا يمكن الانتباه له، هنا خطورة. هنا لماذا يكون خارج المنهج إذا كان هذا الأمر آمنا وسليما ومقصودا لأسباب تربوية؟ هذا يدعو للريبة، أن الوزارة يجب أن تتنبأ لمثل هذه الإشارات، لأنها قد توضع بطريقة مدسوسة من بعض الحركيين لتنشئة أجيال على هذا الفكر. حينما تم مراجعة بعض المناهج وضع مثل هذه الروابط، اللي تعرف الإنترنت هو ساحة واسعة قد يوضع فيها كثير من المواد التي قد يعني تختلف مع كثير من القيم المجتمع حتى مع التطورات والتفاعلات الحديثة. بالتالي من المهم التنبه لبعض الأمور الغير ظاهرة، إضافة إلى أنه يجب أن تكون وهذا ومعالي الوزير يجب أن يتنبه أيضا لتأثير دور المعلم، وليس فقط الطلبة والتطرف بين في أوساط الطلبة، بل بعض المعلمين الذين يبثون بعض الأفكار وما زالوا على الأقل في الفصول، ربما لا يكون أمام المدرسة وأمام الإدارة، لكن ربما حينما يكونون لوحدهم مع الطلبة وخاصة صغار السن. فيجب أيضا على ولاة الأمر التتبع ومناقشة أبنائهم، لأنني استقيت هذه من بعض صغار السن حينما تناقشهم. طيب، تجد بعض هذه الأفكار. راح أكمل معك أستاذ حمود، لكن خليني معي الدكتور حمود الرضيمان وهو أستاذ العقيدة ورئيس الأمن الفكري بجامعة حائل. دكتور أحمد، مساك الله بالخير. دكتور أحمد تسمعني؟ طيب نكمل بس الفكرة فيما يكون الاتصال. طبعا اليوم لما نقول المتابعة، هل المتابعة للمعلم داخل الصف وسلوكه، كيف ممكن تكون المتابعة؟ هل هي بكاميرات؟ هل هي من خلال معلومات للطلاب؟
في نفس الوقت النشاط الصفي كيف ممكن يتابع؟ يعني هذه اللجان سيكون عملها بناء على شكاوى ولا على شيء استباقي؟ هذه مهمة طبعا. هنا النقطة المهمة، يجب أن تكون هذه ألا تكون فقط تتلقى التقارير والمتابعة عن بعد، يجب أن تكون أن تأتي وتحضر وترى طبيعة النشاط. يجب هي يعني نص القرار على أن تضع الاستراتيجيات، هذه الاستراتيجيات يجب أن تنهض بالفكرة النشاط الطلاب، بمعنى أن يكون أن يطور حتى ملكته العقلية الإبداعية، التفكير الإبداعي، المناشط نعم. الفنية، هذه ستحفز الطلبة وتجعلهم أكثر حيوية طيب. ونشاط. معي الدكتور أحمد الرضيمان عبر الهاتف، وهو أستاذ العقيدة ورئيس الأمن الفكري بجامعة حائل. دكتور أحمد أهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. عندما نقول رئيس الأمن الفكري، هل هذا مستحدث في جامعة حائل أم أنه في جامعات كثيرة، وماذا يعني هذا المنصب؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا الأمن الفكري في جامعة حائل هي إدارة أو وحدة استحدثت في الجامعة بناء على توجيه من وزارة التعليم، وقامت هذه الإدارة بتوجيه من معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم، وقامت بمناشطها وبأهدافها وبالمهام التي أنيطت بها، ومنها ترسيخ العقيدة الصحيحة والتحسين من الغلو والانحراف، وأيضا قمنا بالتخطيط لإعداد البرامج والأنشطة يعني التي تحقق أهداف الأمن الفكري، كذلك خدمة المجتمع بما حقق الأمن الفكري. عندنا شراكة مع الأسر والتواصل معهم في كل من لديه تساؤل أو شبهات يطرحها أصحاب الفكر الضال، فإننا في الجامعة لدينا فريق ولله الحمد يستطيع مقابلة أي شخص عنده تساؤل أو عنده شبهات، أو عنده من سواء أتت من وسائل التواصل الاجتماعي أو أتت من دعاة الضلال أو من أي مصدر كان، لدينا فريق لمعالجة هذا الأمر. دكتور أحمد، كيف تشوف الخطوة اللي قالها سواء عملها وزير التعليم الحالي فيما يتعلق باللجان الثلاث؟ والله يا أستاذنا الكريم، الحقيقة أن هذا الذي اتخذه معالي الوزير أحمد العيسى شيء يسر الخاطر، ولا شك هو ومن قبله من الوزراء ابتداء من العنقري إلى الدكتور العيسى كل يكمل الآخر، لكن أنا شخصيا حقيقة متفائل بالدكتور أحمد العيسى جدا، وأرجو أن الله عز وجل يسدده ويوفقه، لأن هذا الموضوع أعني وحدة الأمن الفكري هذا من أهم الموضوعات لا سيما في مثل هذا الوقت، لأن الأمن الحقيقة بعض الناس يقول لماذا تضعون الأمن الفكري في الجامعات وكأنه مصطلح بوليسي، لا، الأمن هذا مصطلح شرعي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن كالهواء. ولذلك أنا يعني أتمنى وأقترح حتى على الدكتور العيسى إن كان يسمعني الآن، إنه لا ما ينبغي أن تكون فقط مجرد إدارة أو وحدة، أنا أتمنى أن تصل إلى أكبر من هذا، أن تكون يعني أكاديمية، إما عمادة للأمن الفكري ولا وكالة للجامعة، لأن الأمر هذا أمر مهم جدا ويجب أنه يكون له فريق كبير يعالج هذا الموضوع. نعم، شكرا لك. وأيضا خدمة المجتمع يعني فقط نعم. لا أرى أن يكون هذا فقط للجامعة، ونحن في جامعة حائل الآن نقوم بدور في المجتمع، في المدارس التعليم ممتاز. العام، في المنتديات. نعم، أشكرك دكتور، عشان الوقت بس سامحني. شكرا للدكتور أحمد الرضيمان، وهو أستاذ العقيدة ورئيس الأمن الفكري بجامعة حائل. أستاذ حمود، في اللجنة الثالثة اللي هي مرتبطة بالجامعات والمبتعثين، ما هو الخطر اللي ممكن يهدد يعني يهدد المبتعثين في مجتمعهم؟ أنا أعتقد ربما النقطة هذه يجب أن متابعة المبتعث حتى للتطورات والانتماءات السياسية، يعني يجب أن يكون أيضا هناك معرفة هل هناك أزمة في انتماء هذا المبتعث لوطنه ومواقف الوطنية، خاصة في الأحداث الجارية الآن نرى بعض الصور التي ربما لا تسر من بعض الشباب المبتعثين، إذا صحت فهي خيانة وطنية حينما يقفون يعني في مواقف ضد الموقف الوطني، وبالتالي يجب أن يتخذ إجراءات صارمة تجاههم كأي إنسان يعني يأخذ موقف معادي لمواقف بلده. هذه أيضا من الجوانب الأخرى التي يجب التنبؤ لها. أيضا في الجامعات، يجب أن الجامعات واحدة من أهم المؤسسات، يعني يجب أن يكون هناك متابعة
الانتماءات الايديولوجيه، ايضا للاساتذه التعليم. نحن نعرف ان بعض الاساتذه في الجامعات يعني ناشطين في جماعات ايضا محظوره، يجب ان يكون هناك تنبؤ لهذا الجانب. يعني انا اتفق مع الدكتور الكريم حينما تحدث انه نعم الامن الفكري امر حي وحساس، خاصه والدوله تقوم الان بمواقف كبيره جدا، والمؤسسات التي يجب ان تساند هذه المؤسسه السياسيه او المؤسسه الامنيه ما زالت لم تقم بدورها كمؤسسه التعليم ومؤسسه وزاره الشؤون الاسلاميه. بالتالي انا اعتقد هذه الخطوه من معالي الوزير، ونحن نعتقد ان الوزير عيسى قادر على النهوض بالتعليم ووضع رؤيه، خاصه وانه عنده يعني رؤيه تجربه ورؤيه واضحه تجاه نشوف احنا ما نسبق الاحداث، خلينا نشوف ايش ممكن يصير مستقبلا. ولكن موضوع المبتعدين اعتقد ليس فقط المواقف اللي ذكرت، في ناس تعرف تسربوا بعضهم الى داعش، الى جماعات متطرفه، وهذا كان هذه واحده من الجوانب. نعم نعم صحيح انها حالات فرديه وليست، لكن مثل هالحوادث هي ربما تسلل، لكن حينما يجاهر واحد بموقفه او مجموعات بمواقفهم تجاه موقف وطني هذه خيانه عظمى. نعم. كل الدول يعني نعم. في لحظه مواجهه دوله مع دوله معاديه. نعم انا اشكرك استاذ حمود الزيادي الباحث والمختص في الجماعات المتطرفه على حضورك معنا، وشكرا الحقيقه للدكتور احمد الرضيمان وهو استاذ العقيده ورئيس الامن الفكري في جامعه حائل على مشاركتي الهاتفيه. شكرا لكل ضيوفنا اللي مروا معنا في حلقه اليوم، شكرا لكم انتم لانكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في اهلا، نلقاكم غدا في امان الله.